ليصبح إجمالي المصانع العاملة بالشركة 39 مصنعا. طيب تحت أمرك، تحت أمرك، كمل. ليصبح إجمالي المصانع العاملة بالشركة 39 مصنعا، وقد انعكست التوسعات السريعة للقاعدة الصناعية داخل الشركة على مؤشرات الإنتاج والتصدير، فقد تم تطوير مصانع الكلور المسال ليرتفع الإنتاج من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن في عام 2021 مقارنة بعام 2015، كما تم تطوير مصانع الأسمدة المنتجة بالشركة. 2024 إن شاء الله يا فندم هيوصل ل 70 ألف طن. كما تم تطوير مصانع الأسمدة المنتجة بالشركة ليرتفع الإنتاج من 220 ألف طن إلى مليون طن عام 2021، أوصله لمليون و700 إن شاء الله. وزادت الكميات المنتجة من الغازات الطبية والصناعية من 16 ألف طن إلى 42 ألف طن عام 2021، بالإضافة إلى طرح 18 ألف طن من مادة فوق أكسيد الهيدروجين عام 2021، ولأول مرة في الأسواق المصرية من إنتاج الشركة، مما أدى إلى المساهمة في الاكتفاء الذاتي من بعض هذه المنتجات ومضاعفة كميات التصدير بنسبة تقدر بستة أضعاف ما كانت عليه عام 2015.